شن الطيران الحرب الإسرائيلي غارة عنيفة على مدينة رفح في المنطقة الشرقية من المدينة، تحديدا في شارع الفالوجة، حيث تم استهداف هذا المنزل المكون من 3 طبقات والذي كان يؤوي عدد من سكان هذه المدينة وكذلك عدد من النازحين الذين لجأوا إلى هذه العائلة، عائلة فروانة، إلى هذا البيت هربا من القصف الإسرائيلي في مناطق أخرى. حتى هذه اللحظة القصف كان في مساء الليل، وحتى ساعات الصباح تستمر عمليات البحث عبر فرق الإنقاذ المختلفة. جهاز الدفاع المدني بسياراته هنا موجود، وكذلك الناس أيضا بيحاولوا بأدوات بسيطة البحث تحت هذا الركام وهذه الطبقات الإسمنتية. تم انتشال عدد من الشهداء، فيما تبقى عدد آخر من المفقودين من بينهم أطفال ونساء لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة، وتستمر عمليات البحث. جار العائلة حسن كان شاهد على عمليات الأولى من عمليات الإنقاذ. متى حدث القصف وشو كيف تصرفتوا في لحظة؟ أول حاجة القصف صار الساعة 2:50 ليلا، 2:50 في الليل، ولما تصرفنا روحنا ننقذ يعني الناس المدنيين اللي في البيت. هذا كان الشهداء أطفال نساء، أطفال ونساء وشيوخ كمان طلعنا منهم، لأن هذول 5 عائلات، 5 عائلات في البيت اللي قاعدين في البيت، وأطلعناهم يعني منظر نازحين. كان منهم أغلبهم نازحين، منهم نازحين، في منهم نازحين من غزة أجوا هنا، نازحين على بيت البيت هذا اللي انقصف. شكرا لك. كما بنشاهد أيضا حتى المنازل المحيطة، بنتحدث إحنا عن عمليات قصف لا تطال فقط المنزل المستهدف، بل حتى المنازل المحيطة، 3 أو 4 منازل، فيما هذه المباني التي نقف الآن نحن عليها أيضا تضررت بشكل كبير وهي غير صالحة للسكن. أي نتحدث أيضا عن نزوح عائلات أخرى في من جوار هذا البيت بسبب هذا الدمار الكبير، ومع كل غارة إسرائيلية هناك حركة نزوح جديدة حتى داخل المدينة الواحدة بسبب عنف هذه الغارات الإسرائيلية. من شارع الفلوجة من حي الجنينة شرق مدينة رفح، التلفزيون العربي.